السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ميلا ميلا. ان شاء الله تكونوا كاع بخير يا ربي. اليوم غادي نديرو شربات اللي نعرفوها كاع بالليم. انا نحتاج فيها الليم، السكر، قرفه والماء. الماء اللي دايرته في الكونجيلاتور في المجمد يبرد. هذه شربات اللي كنا نديروها بكري، شربات عاديه بالليم والقرفه. انا هنا عندي غير ربع حبات تاع الليم نعصرهم هنايا، بكري كاع كنا نديروها. ما كاش لي ما يعرفش هاد الشربات، ما كاش لي ما كانوش يديروها. نعصر كاع هاد الليم هنايا، نعصر كاع هاد الحبه تاع الليم ونعاودو نولو. ها ولا بعد ما عصرت هذوك ربع حبات تاع الليم نفرغهم هنا في حاجه اناء ولا نديرو بيه ونديرو لهم السكر. هنا السكر على حساب ما تبغوا، الا تبغوا انا غادي ندير ثلاث مغارف ونشوف، مع نضيف له الماء ونضيف له على حساب ما تبغوا الحلاوه. نخلطوهم والماء بطبيعة الحال كنو دايرينه في الكونجيلاتور وفي المجمد يبرد باش جينا الشربات باردة، منشربوش شربات حامية. هاولا هنا جبت الماء، انا عبرت بهاد القرعة فيها يوطرو ندير ونشوف اه بارد. نديرو الكمية تاع الماء ونشوفو الشربات كي تكون نذوقوه. الا جانا حامض بزاف نزيدو له السكر، نديرو ونذوقو نقولكم شحال لا دات لي يوطرو ولا ميم با. نزيد نضيف لها هذاك تما اليوطرو كاع كملته. هنا نشوفها اللي خاصني هاي مليحة، ما نزيد لهاش السكر. دابك هنا نزيد لها شوية تاع القرفة هاكا باش تعطيها الكو. نخلطها شربات عادية، اللي تعرفها وكانوا يديروها بكري تخلي لي في الكومونتير. حنا كنا نديروها بكري. نحركو مليح هذاك السكر مع الليم، اللي تبغي تزيد السكر تزيد. دوك نفرغه في القرعة والكيسان نوريه لكم شربة تاع بكري. عمرته هنا في القرعة باش نخلطه مليح باش هذاك السكر يهود. ودوك نحطه في الكيسان باش تشوفوه. وهاي الشربات تاع الليم والقرفه تاع بكري، شربات نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلا ميلا. سلام.